السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة، معكم من مدينة سلا. اليوم عندنا واحد القصة ديال واحد السيدة اللي يعني كتعاني وكتبيع المشلشيات في السوق عند الكرا، وكنت من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تي في داخل أو خارج أرض الوطن. كتخدم على ولدها يعني هي والابن ديالها، وكنت من الناس اللي كيتابعونا يحاولوا يربطوا الاتصال بها، وعندها شي حاجة في اليد ديالها بغات تاهي تداويها. الله يجزيكم بخير. اخويا انا خدامه غير كنت كنخدم، دابا ملي مرضت لي يدي وليت تنبيع ونشري غير في الجوطيه حوايج قدام، وعندي الكرا، عندي المودو كتجيني 5000 6000، وانا وعندي واحد اليد مرضت لي وبغيت محسنين يعاونوني، بغيت نفتح عليها ما عنديش باش نفتح عليها، تيطلبوا لي الفلوس باش نفتح عليها ما عنديش، وراني تنطلب من الله والمحسنين اللي يعاونني، الله يجعل صدى ربي يوقف معاه في هذه الحزه. ورانا غير مرا هجاله وعندي ولد وما خدامش وباقي حتى هو عاطل، والله يسهل على المؤمنين اللي عاوننا، الله يجعل صدى ربي يعاونو. وهذا الشيء اللي كنطلب اخويا، الله يجعل صدى ربي يوقف مع المؤمنين اللي عاونونا، الله يعاونهم محسنين، الله يسهل عليهم. الشيء اللي كنطلبو تنطلبو صدى ربي يوقف مع الجميع. هو بنادم كاريين وربي اللي عالم بينا، وهاد الجايحه جلسنا ما كاينه لا خدمه لا والو. زيدون انا كنت نخدم في القهاوي وداك الشيء، ومني مرضات لي يدي كنمشي، ما كاين خاوي يدي مريضه ما كيقبلونيش. دابا وليت كنمشي غير الجوطيه كنبيع، مره نبيع مره ما نبيعش، والكرا تابعني والمودو، وهاد الشيء اللي كاين. الله يجعل صدر ربي يوقف مع المحسنين اللي عاوننا. قالوا لي خصك تفتحي عليها، ولكن انا ما في السبيطار ديال المخزن ما عطاوني حتى نتيجه، خصك تمشي للكلينيك، والكلينيك ما عنديش استطاعه ديالو، هي اللي تجمعات لك فيها الشحمه ولا ما عرفت في العصبه. هادشي اللي كاين اخويا، تنطلب الله يعاون المحسن. قال لي خصك تفتحي عليها، ولكن خصني انا سميتو الكلينيك، خصني الكلينيك، والكلينيك ما عنديش فلوس ديالو. وانا بقيت كنعاني بها، ويدي غدا وكتنفخو، جاتني في اليمنى، كوني جاتني في اليسرى بعدا ماشي مشكل، جاتني في اليمنى كنبغي ندير شي حاجه كضرني. هو هادشي اللي كاين. ايوا اش غنقولك اخويا، مره نصورو 400 مره 600 مره، حنا راه باقي كيتسنى الكرا شهرين ولا مع 3 شهور ديال الكرا كتسنى، راه كنقضيو صافي، مره ناكلو مره ما ناكلوش، وحنا غاديين مع الوقت. الكرا بشحال كاين؟ 13000 ريال، والمودو كيجي، المودو كتجي 5000 4000 و600 6000 كل مره، واش حيت مشروك مع الجيران ماشي بوحدي. ايوا هادشي اللي كاين اخويا، الله يجعل صدر ربي. مشي للسوق مره 400 مره 600 مره ما كاينش كاع، مره كل نهار ورزقو، مره تبيع مره ما تبيعش، وغادين حنا غادين قاتلو مع الوقت وصافي. المحسنين مرات يعاونوك باش تخلصي الكرا والما والضو، مره بلاش مره رايح يتهلاو فيك، مره ينساوك باع مره. يا والله يصاوب اخويا، هادشي اللي كاين. والو ما كاينش، عندي خوتي بعادين في العروبيه، تا هما ما مكافيين مع الزمان ديالهم، ما عندهمش غير فلاحه وصافي. هادشي اللي كاين اخويا، يجعل سيدي ربي يوقف معاك. دابا ولدي انا راه تي يعاون في واحد المراجعه، تي يديباني راسو صافي. دابا راه عنده 38 عام دابا. لا والو خويا، ما عمر شي واحد معاوننا لا في رمضان لا في شي معاونه، لا تنمشيو عند المقدم نشكيو والو، ما عمر شي واحد ما عطانا حتى حاجه قسمك يمين. وهاد سميتو هاد النهار كبير عند الله، ما عمر شي واحد ما عطانا شي حاجه، ما كاين لا معاونه لا والو. يعني نطلبنا ومشينا عند المقدم ودرنا سميتو، والو ما كاين حتى حاجه. تقول شي واحد واش تيعاوننا بشي حاجه؟ ايوا غير الناس مساكن الجيران، مره مره هكا تيديباني، وكل واحد اختي كتجيب ليا مره قلب السكر، مره شي باكيه داتاي، مره تعاوني بشويه وصافي. هادشي اللي كاين،
والله يكون معانا هادشي اللي كنقول لك خويا، الله يجعل سيدي ربي. والسوق فاش كتمشي ليه؟ يعني واش يوميا ولا غير يومين؟ وكنمشي غير السبت والحد تقريبا والخميس، صافي هادشي اللي كنمشي. هما يوميا ما كيكون والو، تيكون غير السبت والحد ولا الخميس. مرة قلت لك مرة 1000 ريال، مرة 600، على حسب البيع. مرة تبيع، مرة ما تبيعش كاع، مرة على حسب. يعني إلا 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 ماشي شي مشيتي، مدخول محقه. إلا مشيتي انتي يومين في السيمانة، حنا نقولو الشهر يلا غادي تجمعي فلوس الكرة 8000 ريال. اه ما كاملاش، ما كاملاش. اه 8000 ريال في الشهر. واي ومصروف راه، حنا كنتقاتلو غير مرة نديبانيو بشي حاجة، مرة بلاش، مرة هادشي اللي كاين. والله يجعل سيد ربي يوقف مع الجميع. هادشي اللي كاين اخويا، والو اخويا ما كاينش. فين ما مشيتي تيقول لك ما بقيناش نديرو داكشي، ما كاينش. ما فهمتش انا فين نمشيو وفين نعطيو بالراس. والله اللي تيعلم فين. لا والو اخويا، ما لا والو، ما عمري ما عرفتش فين نمشي، ما عارفاش. قالوا لي الناس شوفي داك سميتو، هذاك اللي داك اللي كيداوي على سميتو، ما عرفتش فين كاين العنوان ديالو ولا السكنه ديالو. بلاتي نتفكر لك، هذاك اللي تيدير التجميل تازي، قالوا لي شوفي هو راه تيدير زعما مزيان مع الناس وهادي. انا ما عارفاش فين كاين باش نقصدو، عارفاش كازا ما عندكش النمره ديالو؟ ايوا ما عنديش النمره ديالو، ما عنديش العنوان ديالو، ما عارفاش فين. نكذب عليك، كون عارفه كون مشيت عندو نبكي عليه ونشكي عليه. راه يدي غدا وكتنفخ، غدا وكتنفخ مع التقل ديال الكروسة ومع الجران ديال التقل، غدا وكتنفخ ليا اليد. ولا اله الا الله محمد رسول. بعيد راه، جيت حي كريمة في سمارة، جارف شي شحال ديال الطريق، راه تقريبا ساعتين ديال الطريق. تمشي على رجلي؟ اه تمشي على رجلي ونجي على رجلي. ايوا هادشي اللي كاين. طلبوا الله يكون معانا ومع الجميع، الله يصاوب. ايوا حنا غير مسلكين اخويا، غير مسلكين. ما كاين معيشه، ما كاين. مره ناكلو، مره نبقاو بلاش، مره نديرو بيضات مع سميتو، مره شويه الزيتون واتعي، مره وحنا مسلكين مع الوقت وصافي. عيش لا تموت وصوب الله سبحانه الا هو. الله يجعل سيد ربي يكون معنا. هادشي اللي كاين. انا شهرين ما ودو، غير خلي على الله. مني بدات الجائحه قول لك، راه قال لك شي 100000 ريال تستفات علينا، ما عرف كيفاش. كيفاش كدير تخلصو نتوما؟ ما مره نجمعو، دابا راه شي 4 د الاوراق محطوطين، قال لك ما مخلصينش. تتجي تجيني 5000 بزاف، و 6000 بزاف، تتجيني قاصحه. اه كتجيني قاصحه خويا، ما كنلقاش وكنبقى غير مرة نتسلف، مرة نقول ليه صبر عليا، مرة واش غندير. هادي هادشي اللي صبر عليكم مول الدار ولا؟ تيصبر. حنا المودور المخزن اللي ما كيصبرش عليكم، ما مول الدار مسكين تيصبر في الكرا، ولكن المودو ما كيصبروش. تيقول لك خصك الا ما خلصتيش ما تيجيو يجيبوا لك الانذار، يجيبو. هادشي اللي كاين. ايوا الله يدير شي تاولد الخير اخويا، الله يجعل سيد ربي يفرج علينا وعلى الجميع. اللي فيه الخير الله ياتينا بها. نطلب من المحسنين، الا كاين شي واحد محسن يعاونني واخا غير باش ندير عمليه على يدي، هادشي اللي كنطلب. ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى، كنطلب غير الا كاين شي محسن يعاونني واخا غير باش ما عطى الله، غير باش ما قسم الله ندير العمليه على يدي، نحيد هادشي راه درني في يدي ودار ليا مشكل. درتي الراديو؟ درت التلفازة، درت الراديو، درت. قالك خصك اسيدي تطلعي وتهبطي، وخصك سميتو بزاف في التلفازة ديال سميتو دل العروق، درتها ب 8000 ريال عند بن شقرون. وقالك لا خصك تعاودي وحدة أخرى ب 30000 ريال، وأنا ما عنديش. صافي وجلست بحالاتي. شي اللي كاين. سبيطار د المخزن كنمشي ليه، ما تي يعطوني تا نتيجة والو. دوزت عندهم وعاودت وعاودت، ما عمرهم صيفط خرجوا ليا لا دوا لا بومادا لا والو. حتى حاجة. ايوا هادشي اللي كاين. كيفاش كديري معايا؟ تضرني لي دو صابرة، واش غندير اخويا؟ راه كنقضي بها واخا هكاك، ما عندي اللي غادي يقضي لي انا وحدانيه. راك عارف الانسان اللي بوحدو يد لي منها كلشي منها. قضي بها ونصبر، ومرة تضرني، مرة نعقدها، مرة نجلس، مرة هادشي اللي كاين.
والله يصاوب، الله يجعل صدى ربي يفرج علينا هادشي. راه كنطلب من الناس الا كاين شي محسن يعاونني، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. الا كاين شي محسن يعاونني، بغيت ندير غير العمليه على يديا، هادشي اللي كنطلب. الله يجعل ربي يعاونهم ويجازيهم بخير. الا كاين شي محسن يعاوننا، الله يثبت ليه الاجر، الله يجعل عليه في ميزان مقبول، الله يحسن بهم، اللي يحسن بينا الله يحسن به. هادشي اللي كنطلب من المحسنين، الله يحسن بهم، الله يثبت لهم العمل، راه اجر ما غيضيعش عند الله. والسلام عليكم. هادشي تنقول.